سلام حبيباتي، لاباس؟ كي دايرين؟ بخير، صباحكم مبروك. كي دايرين؟ لاباس عليكم، هانين. اليوم غنشارك معكم كي غندوز النهار ديالي. رجعت معكم. انا البارح سلقت حيت عليا شلاضه، يعني الا جاي عندكم الضياف كنصحكم انكم زعما هذا الشيء ديروه بحال اليوم قبل النهار اللي غيجيو عندكم الناس. يعني المهم انا هذا الشيء درته البارح، سلقت الروز مع الجلبانه اللي غادي نسبق غنزيد عليه طونو والقامة ديالته، راكم كلشي كيعرفها. وبخرت شويه ديال الخضره هنا، وغندير دابا الكنيسات والكبيدات يتسلقوا ليا. ندير شويه ديال الحمص هنا يتسلق، حتى هو غادي نشرملو حتى هو مع الخضره، وغادي نحطو نشارك معكم. بغيت نشارك معكم هذا الشيء اللي وجدت البارح. انا كلشي حيدتو عليا البارح، عرفتوا لي الدب بوحدو. كنصح اي وحده جايين عندها الضياف كما البنات. انا رجعت معكم، غادي نقول معكم اش غندير. غندير الدجاج غنعمرو بالفيرميسيل والقشيوشة ديالو. المهم راكم عارفين العماره ديالته المعتمده، اي وحده كتعرفها عندي العطريه هنا، عندي لا فيرميسيل هذه كنخدم بها بزاف كتعجبني في الحبه ديالتها، عندي لا موطارد، عندي دويمه الزعفران، قزبر المعدنوس، البصله المشلضه، عندي السمن، المهم العطريه، البنات الزيتون والحامض المصير انا قطعته ودايره في بواطه في الثلاجه، حيت المهم ما غادي المهم ما غنوريكمش لي ديتاي كاملين، ولكن هذه هي العمارة اللي كندير فيه. وهذا ما كان البنات، وجدت البرقوق عندي، وجدت اللحم. يلا البنات بقاو معايا. ديال الشامبينيون هو، وغنزيد لها واحد الضامه ديال الحوت. عندي بطاطا، عندي شلاضة ديالتي لي انا درت دابا سميتو الدجاج ديالي، هو كيفور، هو غطيته بميكا. هانتوما البنات خليته يطيب، درت حدايا البرقوق هنا كيطيب. وانا دابا غندوز للطاجين البنات. انا هذا درت اللحم فيه، انا غنصور معكم المقادير اللي غندير فيه. يلا على بركة الله. رجعت لكم منين تقلى ليا اللحم. دابا غندير العطريه ديالتي، غندير شويه الخرقوم، سكينجبير، الابزار، شويه التحميره، شويه الضامه ديال الزعفران، وهذه هي العطريه البنات. المهم غادي يتقلى ليا الطاجين، غندير البصله دواور ونسد عليه يطيب.